أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرب من الإمام يوم الجمعة يكون قريب من الله تعالى يوم القيامة؟ وهل هذا خاص بيوم الجمعة أم كل قرب من الإمام؟ هذا ورد في الصحيح أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة، أقربهم إلى الله في يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة. وهذا يدل على الحث على التبكير لصلاة الجمعة حتى يحوز على هذه الفضيلة والقرب من الإمام. نعم.